مصدر هذه الإشاعة حملة أخرى بدأتها من 3-4 أيام، أنه فلان هيخرج، أنه الأصوات غير مكتملة حتى قبل الانتخاب. وبعدين سمعنا امبارح بالليل والنهاردة وعند مراكز اقتراع كثيرة، هناك من يتحدث بصوت عالي يا أخوانا فلان انسحب، يعني في حملة أكاذيب. ما حصلش انسحاب طبعا، ولا حد فكر في الانسحاب، ولا هناك سبب يدعو للانسحاب.